احنا ثم مش مسد، ثم مضربين، والقرارات تاخذوها كل بشكل نعم مع بعض، هذه كلها لجنة مسد. مدام سلمى ولا مراد عمدوني ولا حطاب ولا فتحي ولا هشام ولا النواب اللي التحقوا بالامس المشرى السيسي وصار اللي صار. نحن بناء على اللي صار كل على المعطيات هذه، نحن بالطبيعه باش نتفاعلوا ايجابيا، لان خاطر نحن ماناش بلاد وقت فراغ ولنا فهمتوا الاعدامين. نحن هذا ثم مطلب، ثم جهه رسميه تناقش معها ولا تفاوض معها شنو هي قالت وشنو احنا باش نقبل. هكا هي المفاوضات. نحن بعد اللي صار بين امس اليوم، ونحن اكثر منك اولاد كما نقول اولاد البلاد هذه، نعرفوا الوضعيه الامنيه، نعرفوا الوضع في الشعابي، نعرفوا الوضع بشكل عام، نعرفوا حتى رمضان هو شهر من الاخر تاع خدمه. نحن متفاهمين الشيء هذا، وعلى هذاك ما نكذبش عليك، نحن لو كان جبت الوضعيه اكثر بتاتر كنا نزيدوا نتفاعلوا اكثر، لكن الحقيقه نضج منا، نضج هذا بلاش المسانده من مجموعه تاع النواب. نحن خذينا مجموعه تاع قرارات بناء على الكومونيكي دو بريس اللي صدروا امس على رئيس الحكومه. نحن فما واحد باش نحكي نقول القرارات الاتيه. بعد التفاعل هذا ثم التزام منكم بطبيعه الحال، اللي ثم جلسه نهار اثنين. جلسه نهار اثنين نحن الديترمينون فيها هو الشيونس في علاقه بالسته المضربين وبقيه الناس، خاطر قضيه العمل قضيه مبدئيه، الناس كل حقها تدخل، الناس كل الا من تورط في قضايا ذات طابع ارهابي، باش نبدا واضحه. نحن بشكل استعجالي الناس اللي تحب تخدم تحب تتعين تنجم تعين ومن بعد تباشر، وانت ادرى هذا في الوظيفه العموميه. طبعا نحن خلينا مجموعه تاع النهارات نحب نبلغوك بها اللي هي باش تصدر من بعد. وذيك ما فيها تنجم حتى تعاوننا انها تكون موجوده في الدار. والله نحن سيدي بالاشتراك مع شنو ساندا والنواب وبحضورك زاده، نحن رانا المضربين السبت بمنطق حسن النيه بمنطق النضج بمنطق التفاعل الايجابي مع رئاسه الحكومه. نحن زوز المضربين اللي صحتهم على الاقل حرجه جدا. يعني خاطر عندنا كوميتي ميديكال تبع فينا اليوم رفيق ويد عزوزي ورفيق منظر عطيك، قرروا انهم يعلقوا الاضراب مبدئيا الى حين جلسه المفاوضات. ووصلت بقيت مضربين من مراد بن جدو صغير عن روسيه وعبد الرزاق الرداوي فكتني وانا بسلمى ولا هو يبعمى نعتبروا فازه جديده في الاضراب. عندنا الثقه بالطبيعه في لجنه مسانده في رفاقنا النواب، وما نظنش عاد التزمت انت هكا بالتصوير وشفاهيا تقول انا اوكي. نحن قضيتنا عادله، ننتظر. عندنا زوز مضربين، عندنا 34 يوم مضربين طعام. ضرب الجوع البارح 72 ساعه الفارطه دخل في منعرج جديد، خاصه بعد اعتصام النائب مراد العمدوني في رئاسه الحكومه منذ 3 ايام، والتحاق النائب فتحي الطيف وحطاب بركاتي وهشام حسني، والتحاق النائب ايضا على المسار سلمى بكار اللي التحقت بالاعصاب. الاعتصام ماذا افضى الى لقاء التزام الحكومه عن طريق بلاغ صحفي انها باش يصير لقاء بريفيو كان يوم امس. بالطبيعه يوم امس كما نعرفوا الاحداث اللي صارت في علاقه بحدث الشعبي، تم تاجيل هذه الجلسه الى يوم الاثنين مع التزام الحكومه ورئاستها ببعث وفد او ممثل رسمي الى المضربين ومقر المضربين عن الطعام في اتحاد طرب. امس حوالي الساعه 6 مساء جاء المستشار الاعلامي رئيس الحكومه اللي هو السيد المفتي المسدي، جاء وصار نقاش. نحن كانت عندنا بعض شروط ان النقاش كان يصير مفتوح بحضور رئيس المسانده وبعض المساندين من رفاقنا والمضربين. بالطبيعه هو كان يمثل المضربين وكنت انا نمثل بالطبيعه هو كان عفوا يمثل الحكومه كنت انا نمثل المضربين. بعد ما حكى الحقيقه وقال نحن نحبوكم تعلقوا بالضراب وقال راهو نهار اثنين والتزم حتى اعلاميا وشفهيا التزم انه الملف سيحل يوم الاثنين، وعلى يعني لحد على لسان حاله يقول انه الملف الحل موجود، لكن نحن نهار اثنين باش نتناقشوا في كل ما هو تقني وعملي فوق حقه. ثماش واحد ينجم يجيب لك حقك قد النظام. نحن ضحينا تقريبا باجسادنا ببدوناتنا، ضحينا بدموع عائلاتنا في رمضان. العباد من المفروض راهي في ديارها وتشق فتره في ديارها، نحن نشق في الفتره على الماء والسكر والتيزانه.
صمرنا صبرنا صبروا معنا رفاقنا واصدقائنا والناس اللي تحبنا والناس اللي وقفت معنا وحتى الناس اللي كانت بين ظفرين ما هيش هكا متحمسه ياسر للضرب كما يقولوا ناس قبل الدواء من قبل الرخام ونحن متفائلين نوعا ما لكن تفاؤل ببعض الاحترازات وتفاؤل ببعض الحذر دونك هذه مرحمه خذوها 6 من ابناء الاتحاد عام طلبه تونس قدماء الاتحاد وهذه دعوه كما قلت لك لكل الشباب التونسي لانه قضيتنا نحن ماهيش معزول على قضيه ولاد بوزيان المحكوم ولاد ام العرايس المحكوم ولاد المكناسي المحكوم وكل الشباب اللي اليوم ثم توجه كبير نحو ضربهم عن طريق المحاكمات التشفي عن طريق الايقافات عن طريق تلفيق القضايا وعن طريق تلفيق التهم ذات طابع تحق عام نتاع حرق مراكز نتاع تشكيل وفاق هذه معركه من المعارك وصفحه من الكتاب كما يقول شكر بالعيد ونحن تربينا مع الناس هذه مع شكري مع البراهمي ومع كل الشهداء نتاع الوطن هذا وعندنا مش عزم عندنا امل كبير عندنا امل كبير البلاد هذه باش ترجع لمالها لانه البلاد هذه اليوم ماهيش عند مالها البلاد هذه اليوم عند البراني والبلاد هذه عندها اولادها باش يجي نهار ويمشي نهار والاكيد باش ترجع مهما كانت الظروف مهما كلفنا ذلك بدوناتنا الدم الرصاص الكرتوش ما هوش كان تاع شحن ولا شعارات اما فعلا البلاد هذه يلزم ترجع لمالها.